هل الأسباب راجعة لعادات غلط إحنا ممكن نكون بنعملها، إصابة معينة، وقعة جديدة، ارتطام جامد في حاجة مثلا ممكن تكون ناشفة؟ يعني الأسباب يا دكتور اللي بتعمل انزلاق غضروفي عنقي. بص حضرتك، احنا ليه بنقول بقينا دلوقتي نسمع كتير عن مشاكل الغضروف العنقي مع ان زمان ما كانش موجود؟ طبعا اول حاجه واشهر سبب دلوقتي موجود في ايدينا كلنا هو الموبايل. احنا كلنا ماسكين الموبايل في الوضع ده وبصين لتحت فترات طويله. الوضع التشريحي بتاع الرقبه اللي ربنا خلقه لنا زي ما انا بص لحضرتك كده وحضرتك بصلي، ان احنا الوضع رقبه كده، ان احنا الوضع الطبيعي اللي احنا بنتحرك فيه ان الرقبه بتاعتنا في خط مستقيم كده، مش ما فيهاش انحناء للامام. طيب كتر الانحناء للامام ده بيزود الحمل اللي على الغضاريف وعلى العضلات بتاعت الرقبه، فيعمل الام مزمنه في الرقبه، وبعد فتره يبدا يعمل مشاكل في الغضاريف واللي هي اكثر خطوره من مجرد مشاكل في العضل. فوجود الموبايل من اشهر الاسباب اللي بتعمل كده. طيب ايه تاني؟ طبعا الناس اللي قاعده على مكاتب دلوقتي، معظم الناس شغالين، كل واحد شغال على مكتب، واحد شغال على مكتب وبرضه عامل انحناء نفس فكره للرقبة. الموبايل برضه الانحناء نفسه بالذات الناس بتشتغل ساعات طويله، في ناس بتشتغل 10 ساعات و12 ساعه في اليوم، ده مده طويله جدا. احنا الفتره اللي فاتت برضه اشتهر قوي working from home، ان الناس شغاله من البيت. الناس اللي شغاله من البيت ده واحد قاعد على كرسي، مش كرسي مكتب، معاه لابتوب مثلا وقاعد حاطه على رجليه وبيبص لتحت. في ناس تشتغل قاعده على السرير وبيشتغل وهو حاطط لابتوب، او بيذاكر حاطط كتاب وبيقراه. على كل الاوضاع دي فيها حمل زياده جدا على الفقرات العنقيه. طبعا الكلام ده ما بيحصلش في يوم، بمعنى ان دايما الناس تقول ايه، طب ما انا بقالي سنه بشتغل، تعبت النهارده. طب ليه ما تعبتش من سنه؟ هي المشاكل دي كلها مشاكل استهلاكيه، مشاكل ديجنراتيف، يعني مشاكل هيبان الاعراض بتاعتها بالوقت، مش مجرد ان انا النهارده هقعد قعده غلط يبقى لازم النهارده يحصل لي مشكله. لا طبعا، ده وارد حدوثه بس نسبته اقل كتير من الناس اللي بتحصل لها مشاكل مع مرور الوقت. ومش من اول مره هيجي لي انزلاق غضروفي يعني. ومش وزي ما انت حضرتك قلت لي من اول مره يجي لي انزلاق غضروفي، لا هو مش اول مره هيحصل انزلاق، بمعنى ان مش شرط ان انا عشان قعدت غلط فتره ان اول برزنتيشن اول حاجه هتظهر لي هو الانزلاق الغضروفي. ممكن في الاول يحصل لي التهابات في العضلات او مشاكل في المفاصل ما بين الفقرات وبعض، ولسه الغضروف يبقى سليم. مش اول عرض هيحصل انزلاق غضروفي، لكن احنا هنفرق بقى ما بين الانزلاق الغضروفي ومشكله العضلات بالاعراض اللي بتبقى مصاحبه ليها.